لو ديفي. التحق بي زميلي محمد السعيدي باش يقدم ريبريك لو ديفي. قدمنا شنو هي ريبريك بالضبط محمد؟ باهي لو ديفي فقرة باش نحاولوا نتحدوا فيها الضيف نتاعنا اللي هو اليوم يوسف. مرحبا بك يوسف. في الثقافة الرياضية. في الثقافة الرياضية طبعا التحدي موجود. تبع ماتشات واخبار وكل شيء. اي تبع شوي. دونك حتى انت معها سلام باش تتحدوا بعضكم الزوز. شكون يجاوب الاول؟ اللي جاوب قبل هو اللي ياخذ النقطه. يقول لي سلام باش يربح. لا والله لا، سبع اسئله ولا اكثر من سته اسئله. باهي خليني نسالك ساعه، شنو هي احسن ايكيبه لعبت معها في تونس؟ معناها تعدت فتره باهيه معها اللي كنت ملعب الجبسي. ملعب الجيبسي به، لكن انا كنت متوقع باش يقول ملعب التونسي لمحال. هذاك علاش هذاك علاش حطيت سامحوني لا اله الا الله هذاك علاش حطيت ملعب التونسي. دونك باش نسالكم على تاريخ تاسيس الملعب التونسي. تاريخ تاسيس الملعب التونسي 28. لا بعد ولا اقل بعد. يوسف دور لي ما نعرفش بين هي وملعب الجيبزي واحده منهم 44. باهي خليني انا نجاوبكم، هو 48. 48 زوز غلطين. اي زوز غلطين. 0-0. قداش عدد القاب الملعب التونسي حسب رايكم ترى؟ صعب سؤالات هذوما. انا مش في بالي بديت بالسهلين. مش يجيبوا حتى سؤال انا نقول 8. قريب ما بين بطوله وكاس. ما تجاوبش عاد خليه يجاوب. 12. اقل ليك زوز غالطين. 10 القاب اللي هما 4 بطولات وخمسه كؤوس وكاس سوبر. صفر صفر. الفريق الوحيد اللي في تونس يعني ما قبلش دفاعه حتى هدف في الميدان نتاعو في موسم واحد. ترجي. لا جمعيه لعبت فيها انا. اي محمد لا اله الا الله محمد رسول الله. لا النادي الافريقي. النادي الافريقي موسم 95 96. مازلنا صفر صفر. خويا مولنا تعب. اللاعب التونسي الوحيد عبر التاريخ اللي ماركا يعني لكل فرق في موسم واحد، سجل ضد الفرق اللي لعب ضدهم الكل. علي الزيتوني؟ لا تونسي. هو تونسي قديم شويه هو لما حال جديد. لا اللاعب هو لاعب ترجي زبير بغنية موسم 74 75. لا يا راجل شو تطلع؟ لا عندك الحق. أربع أسئلة 0-0. هكا على الأقل تستفيد منهم هذوما، حتى المستمعين يستفادوا منهم يعني معلومات. إي خويا ما أنا جاي سهل لنا شوية، صعب برشا. واضح. باهي شكون اللاعب التونسي أكثر مشاركة في مع المنتخب التونسي؟ أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب باهي نعرفها مش غريب علي المعلومة. عطوكا. صحيح. مباراة مع المنتخب. انا طفل صغير. انت طفل صغير، انت اكبر مني في بالك. يا بيض ما يسالش. باهي شكون الهداف التاريخي لدوري ابطال افريقيا؟ هذا سؤال باش نختموا به. ابو تريكا. كان ابو تريكا وما عادش. معناها جديد. هو مش جديد، اللاعب كبير شوي في العمر لكن مازال يلعب. هو تريزور مبوتو لاعب مازامبي ب 38. خويا ربحتك واحد بلاش. حبيبي كانت هذه لو ديفي.